يا هلا والله، والسلام عليكم. معكم علي من قناة دارك جيمينج تي في. واليوم يا شباب بهذا المقطع رح نتكلم عن الأشياء اللي حتصير بفورتنايت. أولا رح نتكلم عن التحديث القادم، وثانيا حنتكلم عن سكن ترافيس سكوت، وثالثا حنتكلم عن الاشياء اللي حتصير مع ابل وايبك جيمز، وحيحذفوا سكن مارشميلو والسيزون الثامن. فخلونا نبدا بالمقطع شباب بدون ما نطول عليكم، بس حابب اقول لكم اذا كنت جديد يا اسطوره لا تنسى تشترك، تضغط زر اللايك، واذا حابين تدعمونا ماديا يا اساطير تقدروا تحطوا كود للايتم شوب اي كي دبل او. محتاج دعمكم يا اساطير بهذا الشهر الكريم، بتمنى انكم تحطوا الكود عندكم. ويلا هلا خلونا نبدا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. اوكي شباب، بنتكلم اول شيء عن قضية فورتنايت وشركة ابل. طبعا هذا شيء ما ادري ايش قاعد يصير، اقسم بالله من وقت ما صارت هالقضية تبع فورتنايت وابل صارت اللعبة ميتة جدا، واللعبة ما بتهتم لاراء اللاعبين، واكتر شيء مظلومين هم لاعبين الايفون يا جماعة. لان اصلا لاعبين الاندرويد يقدرون يلعبوا اللعبة، الا حاليا اللي عندهم اجهزة ايفون ما يقدروا يلعبوا اللعبة. فما بعرف ليش هالاستهبال وليش هالتعقيد من شركة ايبك جيمز وشركة ابل، وقاعدين يسووا كل هالاشياء. اللي صار هلا باختصار يا جماعة، شركة ابل رفعت قضية على فورتنايت مشان حدث مارشميلو، مشان انه يا اما يحذفوا السكن او يعوضوهم او يعدلوه او يعملوا فيه اي شيء مشان سكن مارشميلو. والسيزون الثامن كامل كمان طالبين منهم نفس الشيء، بالاضافة الى سكن التفاحة. ما بعرف يا جماعة شو المقصد من الحركات اللي عم يسووها. شركات معها ملايين وملايين عم يتخانقوا على اشياء تافهة بالنسبة لي مثل هاي. فوالله ما بعرف مين لح ينتصر في القضية ذي ابل فورتنايت. اصلا فورتنايت حتحذف المارشميلو او رح تعدله او رح شو رح تسوي فيه؟ واذا سوت هذا الشيء هل رح تعوض اللاعبين؟ انزلوا يا شباب اكتبوا لنا رايكم تحت بقسم التعليقات عن هالموضوع. بس حبيت اقول لكم يا، لانه الصراحة موضوع جدا جدا يقهر يا جماعة. يعني تخيلوا انت عندك جهاز، شاري جهاز ايفون تشتري مشان تلعب فيه فورتنايت، وبس تصير بشركة فورتنايت تصير تتخانق مع شركات ثانية عشان الارباح، وانت بالنهاية انت اللاعب انت الخسران. بس صراحة شيء جدا جدا يقهر. خلينا ننتقل للشيء اللي بعده. رح نتكلم الحين عن ترافيس سكوت، وكثير من التعليقات اللي جتني على المقاطع اللي تكلمت فيها عن ترافيس سكوت، ليش للحين ما نزل ترافيس سكوت على الرغم انك قلت انه حينزل في اليوم الفلاني؟ شباب بدي اوضح لكم شيء جدا جدا مهم. انا حطيت توقع ولا حطيت الموعد الرسمي، وحاليا ما بعرف، انا شفت بعض المسربين حاليا يتكلموا انه ترافيس سكوت حينزل من يوم 26 ابريل لحد يوم 29 ابريل. في هذا الوقت احتمال جدا جدا كبير ينزل حدث ترافيس سكوت. هم يقولوا لسبب بين اثنين. السبب الاول انه يوم 29 ابريل هو يوم ميلاد ترافيس سكوت. السبب الثاني انه بيوم 26 ابريل كذا ترافيس سكوت بيكمل السنة من تاريخ نزوله. فاعطونا رايكم يا شباب بتحت بقسم التعليقات، هل تتوقعوا اصلا ترافيس سكوت ينزل ولا حينسحب عليه؟ انا اتوقع انه راح ينزل. ليش يا شباب؟ لانه موجود ملفاته في اللعبه من وقت ما سربنا عنه لحد هذه اللحظه. اكتبوا لنا رايكم يا شباب تحت بقسم التعليقات. اوكي شباب، رح نتكلم هلا حاليا عن التحديث القادم 16.20. التحديث هذا يقولون رح يضيفوا فيه سلاح ميثيك. مالي متأكد من هذه المعلومة، لكن شفت بعض المسربين يقولون هذا الشيء. والتحديث ان شاء الله رح يكون بكرة على الاغلب، وان شاء الله يكون فيش كذا اشياء رهيبة ويحمسونا للعب. لانه الصراحة اذا اللعبة بس تضيف كذا شيء بسيط وتسحب علينا حتكون اللعبة جدا جدا بيض. فبتمنى انه كذا بكل تحديث يغيروا شيء جذري في اللعبة، يضيفوا اسلحة ويضيفوا اشياء، لانه هذا الشيء يا جماعة كتير ضروري في اللعبة. بس يا جماعة وصلنا نهاية المقطع، اتمنى لو عجبكم ما تنسوا تضغطوا زر اللايك،
والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تحطوا كود الايتم شوب. يلا عدوا لنا الاحرف A K دبل O A K O O. يا شباب اتمنى انكم تحطوا عنكم في الايتم شوب، و بيس اوت.